في الافراح يا روحي بوخ بتقل، حتى البوفيه بتاعهم بيبقى منظور كرتون البلح والمعجين بتنزل عليه زي الغلال يا باي. والنبي تحكي الحته دي كتب وجع قلبك، انت غسلت ايديك يا ولا الاول؟ مطرح ما يسري يمري بالهنا والشفا يا روحي. على مهلك نتنل تزور يا باي. والنبي يا ست عزيز انا ليا عندي كلمتين. اسمع بقى، انا كلمتك 100 مره ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. اسمع يا سي احمد. نعم يا ستي. اذا كنت يا حبيبي هتكلمني على ابن العمده هتتعب قوي، فهمت؟ الدنيا يا بنت المفلس،
لا مش دلوقتي. ليه بس يا ست عزيزة؟ يا عافية. شو بقى؟ الست عزيزة بتفكر بعقلها مش بقلبها. يا حفيظ يا باي يا اخي يا باي كذاك البلا. اورالي. نعم فريد. احنا هنسيب المنصورة ونروح على مصر وهناك ربنا يفرجها. انا تحت امرك يا ست عزيزة على الحلوة والمرة. تفرم بقك يا واد على المرة. ودي معاليك الحلاوة يا ست الكل. طيب استأذن انا بقى. طريق السلامة. ما اسألش. عيوني يا ست. وصليه. حاضر يا ست. ما تقطعش الجوابات وما تخليش على رجلك نقشة الحنة. انا خدامينك يا ست عزيزة. مع السلامة يا اخويا. واد يا اوراني. نعم يا ست. انا مش مرتاحة للراجل ده. ولا انا كمان. حضرت الشنط؟ ما اسألش حضرته من الصبح. من بدري على المحطة. لا رجالة قاش تقف في طريقنا ولا ابن عمدة يلزق لنا. هات يا بيت اما اغسل ايدي. ما اكلتيش يا زين. قالك السم انت مخلي لحد حاجة ياكلها؟ هات يا اختي. ما تطلعي يا بيت. بصكيش بقى ما اسألش. حاضر. بركة فيكي. ما تقومي يا ورا لساعة البنات. حاضر هقوم اساعد البنات. ايه؟ الست تعبانة. محدش تعبانة الا انا. وايه اللي تعبك؟ ما انت عارفة البير وغطاه. يا راجل اعقل. ما عادش في عقل. انا مالي يا اخويا اهي قدامك اهي بس يكون في علمك. الست مذاكرة وسايبة لك البلد كلها. رجلة على رجلها. وانقالت لا. مش ممكن. وانقالت هتكون نهايتها على ايه؟ نعم؟ حد شافك؟ يا نينا شفته من الشباك. السم ده عناب وجل صارمة. يا ستي. امين يا اختي امين. مراحل. اوعي يا بنت كده. افندم. عايزك لوحدينا. اخاف منك. ده كلام سر. وشوشني في ودني. ما يصحش قدام الناس. هما فين الناس؟ انا ناس. اجيب لك اناناس. انا بحبك. ايش معزه؟ ازود المهر من 1000 ل10. ما انتاش خيالي يا ولا ما انتاش على بالي. لو النبي لو النبي. اقفي مطرحك واسمع كلامي. لو النبي لو النبي لو النبي لو النبي. الله. من دلوقتي هتؤمر؟ طب استنى لما يبقى لك بيت. يا ابن الاصول البيت هنا بيتي انا. انا هنا الست والراجل. الكلمه كلمتي والصوره صوره. يعني ايه؟ يعني جواز نو. وانا بقول او لا. ما تبقاش في الحاجات دي. الحاجات دي عايزه تفاهم. انت بتقول وانا بقول لا. مين فينا بقى اللي يخش الشقه؟ مفيش غير الفار. اديك قلتها على روحك. هتدفع التمن غالي قوي يا بنت قوس العلم. يشرفني يا بيه. بترفضي ابن اسيادك؟ اللي يحب يا حبيبي ما يغلطش. طب واخر القول؟ ما يصحش يكون بيننا قول. مع السلامه. انت عندك مراتك واولادك. يلا يا اخويا يلا. مع السلامه يلا. لو شفتك مع راجل غيري هقتلك. عايز انام يا ابن العمده. انا طلقت مراتي. طلقتها. هو انا اللي رميت اليمين؟ انا خربت بيتي. ارجع عمره من جديد. اديني يوس. هتدفعي الثمن غالي قوي يا عزيزه. ايه اللي خلاكي ترفضيه بالشكل ده؟ اجوزه ازاي؟ محدش فيكم فاهمني ابدا. ده راجل ولا كل الرجاله. ده ابن العمده. انا بالنسبة له سيجارة. يولعها ويدخنها وبعدين يطفيها. يا يطفيها في طقطوقة يا يدوسها برجليه. فهمت؟
ما اسالش. زي ما انا متاكد من نفسي. ناول من دلوقتي مش هتبقى عزيزه الحلوه. عزيزه من دلوقتي مش هتبقى حلوه. اللي انا سمعته ده ما عنديش بنات تسرق زبون. اللي تعمل كده محيها من الوجود خالص. فاهمه ولا مش فاهمه؟ لكن انا بحب احد الوعد اللي بيحبني. يا شيخه الدنيا كانت كنيله. بكره لما يتجوزك هيحاسبك على النكله. اشتغل عليها يا بنت، كل بعقل وحلاوه. خليه يصرف 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 لما يبقى على الحديده، وشطيب رجلك وغيره يجي وغيره وغيره. المحل هنا مفتوح عشان كده، عشان الفلوس، عشان الماني. ماني فاهمه يعني ايه ماني يا اختي؟ انا ما تهمنيش الفلوس. الله انما انا تهمني يا روحي. كبرت يا بنت وبقيت تردي. كنت جاياني قطه مغمضه، دلوقتي بقالك ضوافر يا بنت ما ترد عليا. انا بحب عادل، انت بقى ربنا يتوب عليا. ما عنديش مانع يا اختي، ادفعي الكمبيالات اللي عليكي والباب يساعد بانا زي. انا مش بانا. الله يا عبدالله خدي. واحد يعمل طيب ويرمي البحر. عارف ايه البلاوي اللي بتيجي دي؟ واحد ينضفه وبعد كده يحطوه. عجايب والله. خير؟ مفيش، اتحكم عليا بالسجن المؤبد عند الست عزيزة. اسمتي؟ معلش ما تزعليش، تعالي. لكن ازاي بس اخوك بعد ما يعجز ويقرب يودع يوم يطلع انه مخلف ولد؟ ولد كده حتة واحدة؟ خميني وخلف يا استاذ. خلفه امتى ده؟ ما اعرفش. يعني لازم تستنى العيل لما يعجز ويموت علشان تهرس. استنى على خراب المستعجل. اخويا ورجله والقاب، لكن الواد لسه واد ولسه هيبقى يافع، ومن يافع لشاب، ومن شاب لراجل، ومن راجل لشيخ، ومن شيخ لمسن. ده انا على كده اكون موت.
اسمعوا يا جماعة، مش هو اللي يموت قبلي أحسن؟ والله فكرة. وإزاي تشرب بمصاريف المدرسة؟ والله ما كانش قصدي أشرب بيها كلها، كاس ورا كاس لغاية لما راحت، ودلوقتي مش عارف أعمل إيه. لو رجعت البيت من غير المصاريف جوز أمي هيموتني. أنا هكلم لك المدام، يمكن قلبها يرق. هي دي عندها قلب عشان يرق؟ دي قلبها مات من زمان. معلش، يمكن تيجي الطوبة في المعطوبة. طب أجي معاكي واقف بره؟ تعال. نعم، عايز اتكلم معاكي في حكاية التلميذ الصغير. مش فاضية. انت كلك انسانية يا مدام. قفلته. ايه هو؟ ملجأ عزيزة. يا مدام ده لسه صغير، لازم نساعده. ما تساعديه انت يا اختي، هو انت صغيرة؟ يا ريت. بقى النونو بياخد مصروفه من امه ولسه بيروح لسكولة، ويجي هنا بالليل يفتح انجاجيه بمصاريف المدرسة. ها ها، نكتة دي. شنشن بقى على مصاريف المدرسة. انا هو قدام حضرتك مفيش فلوس، بس دي مصاريف المدرسة. ها حلوة دي. إذا كنت يا حبيبي ما عملتش حساب المدرسة، جاي تكلمني عن مصاريف المدرسة؟ اطلعي يلا بره بره، لا اديك واحدة على وشك. أبوس إيديك. يا حبيبي أنا مش فاتحاها ملجأ، يبقى أعرف الطريق الصح وامشي عليه. بره! روح ذاكر لك في كتاب ينفعك، كاتكم البلا! عامل لي راجل. الله يعافيك. انت ما عندكيش رحمه. رحمه ونور على عيونك يا جميل. نعم ده حرام. امشي يا بنت شوفي شغلك، هتعلميني الحرام الحلال؟ ما هو شغلك من غيري ولا حاجه، الزباين كلها بتيجي علشاني انا بس. انت بتغيري مني عشان انا حلوه وانت وحشه؟ مش مصدقاني؟ قومي بصي لنفسك في المرايه يا مدام. انت من غير فلوس ما كنتيش تنفعي ولا حتى شغاله. انا البطله في الكباريه، انما انت صاحبه محل وراكي خزنه فلوس، لكن قدام الرجاله كومبارس، والله العظيم كومبارس. ايوه كومبارس. اخرجي بره. اسمعي يا ست عزيزه، هي كلمه هقولها لك، عندك فلوس زي الرز، انما طز. عامله لك ايه الفلوس؟ ملبساكي ومخلياكي مدام، تقبضي شقانا وتتحكمي في عرقنا يا ست عزيزة. يا حلوة. حساب يا مدام، شباك التذاكر والبار والمطعم والانجاجي. بعدين. لا لا لا، اعملي معروف، خلي الفلوس معاكي ومش ضروري مراجعه الليله. وادي شيك ب 100 جنيه من حساب احمد بيه. انا مش عارف جرى له ايه الجدع ده، كان احسن زبون في الكباريه وده خام الشيك وبرضه هيطلع من غير رصيد. والنتيجه؟ انا تحت امرك. نبلغ النيابه بكره الصبح؟ لا ليه؟ حرام يا راجل. حرام؟ النيابه تجيب لنا حقنا لغايه عندنا. ولما يتحبس؟ يتحبس؟ صحش برضو، عيب، ده زبون عندنا مهم. Thank you.
اديني الازازه. مالك يا ستي جايه متغيره الليله دي ليه؟ اديني الازازه. فلوس زي الرز انما طوز. ايه اللي شغلك يا ست عزيزه؟ الرجاله في الكباريه بتترمي تحت اي رجلين سنجوح. اي والله سنجيح. اللي بيحبه عايزها تتوب، عايز يتجوز، واللي بيصرف دم قلبه وبنهربها من الباب الوراني. وانا زي ما اكون في سجن، مفيش حد حتى بيقول لي انت فين، ولا حتى بيبص لي. اديني الازازه. وبعدين يا ست عزيز احنا مش قلنا تقللي من المدعوقه دي؟ اديني الازازه. مفيش يا ستي. مفيش ايه؟ انا منعتها عشان خاطر صحتك. مفيش خمره في البيت يا ستي. مين اذنك؟ انت هنا عشان تسمعي كلامي، فاهمه؟ اقعدي. حاضر يا ستي. معلش بزوم. اكلمي يا ستي، انا تحت امرك. لو عندك ابن. ايوه يا ستي. وحيدك يعني؟ وانا حبيته وعايزه اتجوزه، توافقي؟ ترضي بيا عروسه لابنك؟ يا سلام يا ستي، ده يوم المنى، الف من يتمنى. يا سلام على النفاق، يا سلام على النفاق. انت يظهر ما عندكيش نظر. معقول؟ معقول ام تدي ابنها لواحده زيي؟ انا خلاص الناس بتجري ورا المظاهر ورا المال والجمال، لكن ما بيحسوش، ما
ما بيحسوش بالهنا. ايوه ما بيحسوش. ذنبي ايه؟ ما اعرفش. قولي لي يا نوسه. قولي يا سيد الكل. انت كل يوم بتزيدي حلاوه. قولي لي بتجيبيها من هي ايه؟ الحلاوه. من عند حسن الحلواني. تعال هنا. انا مش قلت البت نوسه دي بالذات ما تقعدش مع احمد؟ انا منبه عليها يا مدام. اخصم لها يومين. حاضر. اسمع، ما تقبلش شباب من احمد. حاضر. جرزون الحساب يا احمد. حساب 49 جنيه وجنيه 10. الأوامر إني ما استلمش الشيكات يا أحمد بيه. أوامر؟ ومين اللي إداك الأوامر دي؟ الست. الست؟ شايفين الغباوة؟ تقدر تقول لي إيه دخل الست والدتك في موضوع زي دي؟ مش والدته، دي الست صاحبة المحل. أيوه، يعني لازم تدفع فلوس مش شيكات. مش عيب واحد طويل عريض زيك يسمع كلام ستات؟ الحساب يا احمد بيه وكاش. مد ايدك عليا يا كرب. اقول لك الحساب وكاش. انا مش نصاب، انا احمد رأفت. فاهم يعني ايه احمد رأفت؟ ومش عيب على احمد بيه رأفت يعمل العمال دي كلها؟ أنا قاعد منسجم ومبسوط، يجي حتة هلفوت زي ده يعكنني؟ ده كلام؟ وشيكاتك من غير رصيد دول بقوا من 350 جنيه. طب وإيه يعني؟ طز بكرة الصبح هجيبهم. فاهم يعني إيه؟ يعني بكرة الصبح، يعني أنتوا فاهمين إن أنا هحكولهم عليكم؟ بكرة الصبح هجيبهم يا أخي. الله، أنا أحسن زبون في المحل ده. أنا من يوم ما دخلت هنا وأنا دافع على الأقل 1500 جنيه. ده عيب؟ ومش عيب يا احسن زبون في المحل ده تدي شيكات من غير رصيد؟ عزيزة هانم مش كده؟ زي ما تخيلتها بالظبط، اسمها الحلوة وهي فعلا حلوة. شعرك الجميل، عينيك الحلوة، سبحان الخلاق فيما خلق. أنا آسف، آسف لإزعاجك. تسمحي لي أبوس الإيد الناعمة الحلوة دي؟ لو كنت عارف إن الخناق هيخليني أتشرف بمقابلتك كنت اتخنقت من زمان. بصراحة أنا ما كنتش ناوي أجي المحل تاني، لكن بقى بعد ما شفتك هاجي كل يوم وهخبي الفلوس عشان يجيبوني لحد هنا واشوفك يا ست الكل.
حساب يا مدام، شباك التذاكر والمطعم والبار والانجاجي. الحساب يا مدام، الحساب. اديني الشيكات. عمرك حلوة يا ستي. أنا بتكلم عن المراية وحياتك. المراية دي ما ترضاش تخليني أبص لها. نهايته تعالي. طب ده أنا كنت عايزة أقول لك حتة دي الحكاية. إنما إيه؟ قولي. حلمت خير بالصلاة على النبي يا ستي. قال حضرتك كده لابسة أبيض في أبيض وقاعدة في غيط كله خضرة، وواحد افندي لابس طربوش راكب حصان ابيض فابيض، وراح خطفك يا ست وقال يا فكيك. بس ده بيركب عربيه. لكن اللي شفته راكب حصان ابيض يا ستي. وانا اللي شفته بيسوق عربيه. وهو شافك يا ستي لاول مره. يا سلام على ظرف، ويا سلام على ذوق. حلاوته ولا صوته؟ نفسي اسمع صوته. التليفون. شوفي مين. عينيا يا ست. الو، مين يا فندم؟ احمد. واحد يا ست بيقول الاستاذ احمد. الو. عزيزة هانم، أنا آسف جدا جدا لأني مشيت من غير ما أقولك مع السلامة. معلش، أرجوك تسامحيني، أرجوك تقبلي عذري. على العموم بكرة إن شاء الله هشوفك الساعة 10 ضروري. أتمنى لك أحلام سعيدة. تصبحي على خير. عشان نخلي الغيم ده ينقشع. تطلع بقى بواحد والغيم ينقشع. مش وقت ولا لما اقبض. عايزين الكيس يا احمد بيه. قلت لك مش وقت. حاضر اديله خبر. احمد بيه يا شوقت بيه. كده تعال هنا يا اخويا. لا لا لا، انت اخويا ولا اعرفك يا هراب. بس والله والله 100 مليون تليفون عاملهم لك ولا حد شرب. توبه كتاب، يعني هتضربني تليفون منين؟ من انهي خماره؟ توب بقى، توب. انت كدبت وعاوز افرح بيك، انا اخوك الكبير. الله الله، احنا هناخدها جد ولا ايه؟ تعالى تعالى، ما اقول لك على حاجه مهمه جدا. ايه يا اخويا الحاجه المهمه بقى؟ قول لي ايه اخر اخبار الموسيقى الشرقيه؟ ولا حاجه اهو، جماعة أصحابنا كلنا من هواة الموسيقى الشرقية، بنقعد نضرب بشارب ونتسلى ونتمتع بالأغاني القديمة، مش زي الأغاني اللي بيسموها جاز باند والهيبيز والحاجات دي. عظيم عظيم، طب اقعد بقى استريح. احسن انا عندي ليك اخبار مدهشه. ده انت وحشني قوي. شو بقى يا سيدي؟ نعم.
مجموعة اسطوانات إبراهيم الإبراهيم الأباني. مال؟ مال ومجموعة تواشيح كامل الخلعي. إيه مالهم دول؟ ده إيه بقى؟ ونوتة مسرحية شهرزاد بتاعت سيد درويش، ده غير ما تيسر من سلمى حجازي. فين دول؟ هجيبهم لك. اتكلم اهو. اقول لك اهو، اصل الراجل بقى طماع وطالب يا سيدي 300 جنيه في شوية الحاجات القديمة دي. بتقول كم؟ 300 جنيه. ومستني ايه؟ ده يسوى 3000 جنيه. يلا خد، انا معايا 200 جنيه اديهم له عربون، وقول له اوعى يبيعهم لحد، لاحسن حد يلطشهم. تهوات الموسيقى القديمة كتير برضه. يلا قوام طيران هوا هوا، اعتبرهم في جيبك الصغير. يا جماعة الحمد لله. مش بحبك، مش عايزك تاكليني ولا تخرجيني، تعالي عني بقى. عاجبك كده يا احمد بيه؟ ده واد متعب، مفيش مربيه في البيت تقدر تستحمله ابدا. ليه كده يا مشمش؟ وانت مالك؟ ايه اخبار فرافيره؟ فرافيره العجيب، يا سلام، ده ولد جبار اهو، شكلك وقدك كده بالظبط، يقف على الجبل ويطير ويقول انا جاي. يعني انا اقدر اقف فوق جبل او شباك وارمي نفسي واطير واطير وابقى جدع؟ لا تروح تموت. ليه كده يا شيخه بعد الشر؟ ده واد مجنون وممكن يعملها. صحيح صحيح. على حساب المحل؟ ايوه، دي اوامر الست. قول لها انا عاوز اشوفها. أمرك يا فندم. انا احمد رأفت. يا ترى فاكراني؟ هو في حد يقدر ينساك؟ دي مجاملة؟ أبدا، دي حقيقة. أنا جاي تاني عشان أعتذر لك عن اللي حصل مني. ليه؟ أنت غلطت في حاجة؟ طبعا. في إيه؟ تصرفت تصرفات في المحل أعتقد إنها زعلتك. أبدا، أنا نسيت كل حاجة. حتى أنا؟ بتكلم. وعشان تثبتي لي انك مش زعلانه مني، ممكن اعزمك نسهر سوا الليله؟ تحت امرك، اتفضل حضرتك وانا هحصلك. لا، مش هنا في المحل. ليه؟ هنا مكان عمل، ممكن نسهر سوا بره. بس انا يسعدني ويشرفني جدا لو تقبلي ان احنا نسهر سوا في محل، اي محل يعجبك. بلاش يا احمد. ليه؟ احسن بلاش. انت ما تحبيش تساعديني؟ فين يا مدام؟ ابقى حاسب انت. وحضرتك مش راجعة ولا ايه؟ ما افتكرش. أول مرة في حياتها تخرج بدري. وبالمنظر ده. ومع مين؟ مع الشيكات. يمكن راح اتحصلهم. لما حب ما افتكرش. اتفضل
اتفضل. يلا يا ست الكل. متشكرة أوي يا أحمد. تصبح على خير. ممكن أسليك لحد باب الشقة؟ تحت أمرك، اتفضلي. اتفضلي. هين عليا سيبك. طب تعالى افرجك على شقتي. ما هو كده يا ست الكل.
اتفضلي يا فندم. هو ذوقك، ذوقك مدهش في كل حاجه، البيت، الموبيليا، اللبس الجميل على الجسم الجميل. يا ترى ده كلام مجامله؟ مجامله؟ ده كلام انا ما اعرفش مجامله، صدقيني مش لساني اللي بيتكلم، قلبي هو اللي بيتكلم. الويسكي قدامك بس ما تشربش لما نيجي عشان نشرب سوا. قولي لي ما اسالش. نعمل يا ستي. شعر شكله ايه؟ سلوك ذهب يا ستي، وفستان مفيش في البلد واحده اشيك مني، وشفايفي كريزي تاكلوا حاف يا ستي. انت بتكذبي ولا عدم حنفي بقى بجد؟ من فتلي بكام الراجل واعمل له حكايه على ورق الخيار، اسهره بالليل ونيمه بالنهار. قولي ان شاء الله يا ستي. ان شاء الله. ان شاء الله. البس ده. طب البس ايه؟ تهيألي ده حلو. البن يكسب يا ستي. هو ده. ضايقتك؟ بالعكس، طولت عمري. أمال بعدت عني ليه؟ عشان نفسي أكون قريبة منك. طب ما أنت كنت في حضني. لكن بعيدة عنك. غلطانة. انت شايف اللي في الصورة دي؟ ده انا، ومش من بعيد، من قريب، قبل ما جمالي اتحرق بايدين واحد مرضتش اخرب بيته. يا ريت عينيك الحلوة كانت شافت عزيزة الحلوة.
عينيا ما شافتش غيرك، وقلبي ما دقش الا لما سمعت صوتك، وساعتها حبيت عينيا عشان شافوكي، وحبيت ايديا عشان لمسوكي. صدقيني انت احلى من الصوره بكتير بكتير عزيزه. مش لازم الدنيا تهزك، انت اللي لازم تهزيها. اضحكي لها تضحك لك، ورقصي لها ترقص لك. ارقصي للدنيا، ارقصي العزيزه الحلوه، وارقصي للي بيحب. أيوة رقصي لي يا حلوة. Thank you.
حلوين أنا؟ أنت حلوة ومين زيك مين؟ أنا؟ أنت حلوة وست الحلوين أنا؟ أنت حلوة ومين زيك مين؟ خير يا سيدي خير. أنا آسف لإزعاجك لكن أنا مضطر آجي علشان أتفاهم معك. نعم يا ست عزيزة، أنت حرة في تصرفاتك الشخصية لكن الشغل، إهمالك الشغل مش كويس أبدا. الديون كترت والضرايب كل يوم والتاني بتبعت لنا، وإذا ما اتصرفتيش المحل هيتقفل. اتصرف أنت يا أخي. أتصرف إزاي؟ مش كفايه اللي حصل امبارح واول امبارح والجمعه اللي فاتت والشهر اللي فات؟ كل يوم بروتستو بروتستو بروتستو. النهارده الصبح انا كنت حابوس على رجل الديانه، وبصراحه كده بقى منظر المحضرين كل يوم ما بقاش يسر ابدا. هاني اديني سيجاره، انا متكل عليه. في حدود اللي اقدر عليه يا ست عزيزه. يعني ايه؟ يعني اذا ما صرفتيش ودبرت الفلوس المحل هيتقفل. تصبحي على خير. مش عارفه بقى يتقفل يتفتح. تصبحي على خير يا ست عزيزه. الحلو ماله؟ سايق دلاله؟ يا ريت. امال ايه؟ شوية تفكير. فيا الحقيقة الحقيقة انت اولهم. هو في تاني؟ يا نهار ابيض، ده تاني وتالت ورابع وعاشر ويجي مليون. على العموم انا مش حغير.
واحد غير متديانه. ولا يهمك. فعلا، بس اصل الحكايه لبخت وقفلت قوي. مفيش حظ غصب عني. وانت ذنبك ايه؟ انا اللي الدنيا قفلت في وشي اول ما شفتك، قلت ابواب السماء اتفتحت. لكن بقى مع الاسف احنا الاثنين في الهوا سوا. مفيش حظ، مفيش بخت، مفيش فلوس. صح. انت عارفه التاجر لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمه. هو ده اللي حصل. قعدت ادور 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 لحد ما لقيت حاجه تموت من الضحك. ايه هي؟ جوابات غراميه. بتاعت مين؟ بتاعت واحده مرات دكتور كانت بتحبني. تصوري بتحبني وهي متجوزه. لكن بقى ضميري ما خلصنيش ان استغل الجوابات دي. فين الجوابات دي؟ ليه؟ بتغيري؟ بس فين الجوابات دي؟ هتعملي بيها ايه؟ ولا حاجة. اديني عنوان دريتي. ضميري ضميري. والنبي يا اخويا خلي ضميرك قدامك وقول له وكلني ولا يمننا على الجوابات دي فيها 2003 5. لا 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 لا، ده حرام حرام يا عزيزة حرام. يا سلام، وهي مش حرام لما تبقى متجوزة وتخون جوزها؟ لايمني يا اخويا لايمني على الجوابات. يلا بصحتك. أنا جيت في الميعاد مش كده؟ أيوة. النور بيضايقني. جبت جوابات؟ جبت الفلوس؟ كام؟ خمس تلاف جنيه. انت عايزه كام بين احمد؟ 2000. وطالبه 5 ليه؟ فوائد. كنت افتكر انا عندي المبلغ ده كله. اتصرفي، عندك مجوهرات كتير وجوزك غالي. لكن انا ما اقدرش اجهز مبلغ زي ده، مش ممكن. اسمع بقى، كلمه مش ممكن دي ما احبهاش وما احبش اسمعها. اعمل ايه؟ يا الفلوس. يا جوزك يعرف يا جميل. لازم تفهمي اني ما اقدرش افرط في اسويره واحده من اللي عندي. انا مستعده اضحي باي حاجه عندي الا المجوهرات دول. دي هدايا من جوزي، اغلى حاجه عندي. انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ يا المجوهرات يا جوزك يا جوزي طبعا. للدرجه دي بتحبيه؟ واحمد ما كنتش بتحبيه؟ حبيبي احمد يا اغلى ما في حياتي.
اكمل ولا كفايه كده؟ انا معايا مستندات تنسفك، يا تدفعي يا الفضيحه تبقى بجلاجل. جوزك معروف يا استاذ هانم، وانت من عيله كبيره. قلت ايه؟ معقول الوش ده له قلب يعرف الرحمة؟ أنا كنت فاكرة إنك لما تيجي لغاية هنا هترقفي بحالي وتستوري عليا وتحاولي تكوني إنسانة، لكن دلوقتي بس اتأكدت ليه قلبك أسود ومليان حقد؟ ليه بتتاجري بأسرار الناس؟ لأنك ما تفتريش بجمالك، انت مش حلوة. انا كنت احلى منك بكتير. تحب تبحلي جمالك ده؟ اسمع الكلام ونفذ اللي بقولك عليه. يا الصيغة يا الفلوس، يا ده يا ده. يلا استني. ضربت كلام. شرف. أنا صاحبتكم؟ والله ما اتشرفتش. قريبتكم؟ يا جوز لا صاحبتكم ولا قريبتكم، أبقى إيه؟ والله ما أعرفش، قولي لي أنت. البروش ده مش بتاع مراتك؟ أيوه مظبوط. أنا سرقته. كده هو بالبساطة دي؟ آه. يعني أبلغ البوليس؟ بلغ البوليس. أنت ليك شركة؟ لا، بشتغل لحسابي. وخدت إيه تاني من هنا؟ استفتحت بده. اقدر اسال سؤال واحد؟ انت بتسرقي ليه؟ اسمك؟ بس انت لسه شابه حلوه وجميله وممكن تشتغلي اي شغلانه شريفه. وانت مالك انت؟ الانسان مش لازم ييأس ابدا. انت بتشتغلي الشغلانه دي من زمان؟ ده شيء يخصنا. ياه، انت يأسة من حياتك خالص. بالعكس، ده انا مفيش حاجه تهمني ابدا ابدا ابدا. يعني بلغ البوليس؟ بلغ البوليس، اعمل اللي انت عايزه. حاضر، تحت أمرك. ما تبلغ بقى البوليس لحسن عديد طالب. أنا الدكتور رؤوف زكي، أخصائي تجميل. ها؟ وعايز مني إيه؟ شوفي بقى، أنا مش هبلغ البوليس، بس بشرط. أشرط؟ توافقيني. على إيه؟ أنا لسه راجع من بعثة، درست التجميل في الخارج. مش لاقي الفرصة اللي أكسب بيها ثقة الناس. ربنا بعتك ليا. أعملي معروف. اديني الفرصة دي، عايز اثبت وجودي. اللي انت فيه ده حاطط غشاوة، غشاوة سودة على عينيكي. انا شايف قدامي وش جميل، الظروف عملت منه وحش. انا حلفت اليمين كدكتور لازم انقذ اي انسان ما دام في مقدور ان انقذه. خليني اساعدك، خليني ارجعك حلوة، حلوة تاني.
وارجع حلوه زي ما كنت. قوي قوي انا واثق. انا تحت امرك. متشكر. هعمل ترتيب المستشفى حالي. صباح الخير يا عز. صباح الخير يا دكتور. الله. امال المريضه فين؟ نزلت اوضه العمليات. اوضه العمليات؟ ونزلتوها اوضه العمليات بدري ليه؟ اعصابها تعبانه قوي وسألت على حضرتك كتير. وايه الجوابات اللي معاك دي كلها؟ ده برش وجوابات لقيناها بجيب البلطو. نسلمها للامانات؟ بتوع المريضه؟ ايوه يا فندم. لا معلش خليهم معايا انا هشيلهم. حاضر يا فندم. جهزي اوضه العمليات يا عز جاي لك. حاضر يا دكتور. العمليات جاهزة يا فندم. حبيبي أحمد، ماذا فعلت بي؟ لقد أهملتني وأنت تعلم جيدا أنني أحبك. أحمد، أحمد يا حياتي، إني أحبك، أحبك. ما عملتش تليفون؟ انا حالتي كرب. تصور المحل هيتشمع بالشمع الاحمر وهيتباع بالمزاد العلني، وهي حتى انت ما عندكش خبر. حطيت مكياج هيروح الاثر الخفيف ولا اثر هيبان خالص؟ مش عارفه اقول لك يا دكتور، انا متشكره جدا جدا. مبروك يا عزيزه. متشكره قوي. عزيزة، انت كنت فين المدة دي كلها؟ قبل كل حاجة بصني من خدي ده.
وكمان من هنا. ايه رايك بعد العمليه؟ يا سلام، تبارك الخلاق فيما خلق. صحيح طبعا، انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ دلوقتي بس انت غلطانه. انا طول عمري اقول لك ان جمالك ما يفرقش عندي، قبل العمليه ولا بعد العمليه، انت دايما في عينيا عزيزه الحلوه. يا سلام، ما كنتش متصوره انك بتحبني للدرجه دي. واكتر من كده، بس بقى عايزك تثبتي لي انك بتحبيني قد ما بحبك. يا خبر يا خبر، ازاي؟ شوفي بقى حلوة، انت عقدتك اتحلت والحمد لله، انما انا الحرق لسه في قلبي لغاية الوقت. مش فاهمة. افهمك، تفتكري ايه احسن هديه ممكن اقدمها لك لجمالك ده؟ ايه؟ نتجوز. في احلى من كده هديه؟ ايه؟ نتجوز. يا خبر، بس بقى يا احمد ما تخلينيش عايق. عزيزة اسمعيني كويس، عشان نتجوز لازم نضمن ان احنا هنعيش في نفس المستوى، يعني لازم يكون في فلوس، وانت عارفة انا ما عنديش فلوس، وانت كمان ما بقاش عندك فلوس. الكباريه باع والشقة اتحجز عليها، يعني احنا الاتنين بقينا على الحديدة. مفيش غير حل واحد فكرت فيه كتير جدا لحد ما اقتنعت بيه. ايه هو؟ لازم نتغلب على العقبة اللي قدامنا. ابن اخويا لو انزاح من قدامنا هنورث احنا الاتنين ويتحل كل شيء. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عارف ان ده عمل اجرامي ومؤلم في نفس الوقت، لكن بقى انتي وانا نشتغل نعمل اي حاجة. انا مراتي تشتغل ارتست ولا علمة؟ مش ممكن، مش ممكن. امال الحل ايه؟ فرصة ذهبية. اخويا محتاج لمربية، مفيش غيرك انتي، هو ده السلم اللي حنوصل ليه لقمة السعادة. السكوت علامة الرضا. ما تنسيش زي ما قلتلك انا ما عنديش اي حل تاني غير كده. إذا كنت بتحبيني
الدواء يا فندم. يا سلام، ده الواحد يظبط الساعة دي. هوبلا. مر يا فندم. عسل. يا أما حتة لدفت ممرضة، إنما إيه؟ إلزقنا يا رب بإنفلونزا ولا ببصراعة. عينك عينك. خلي ليلة تنتهي على خير. ما هو الخير هيجي من صوابعها اللي زي الملبن لما تمسك المعلقة كده وتقول الدواء يا فندم. الدواء مش هو الدواء، دي هي الدواء. دي هدية من أخويا أحمد. أصله مش ابني كان مغلبني، قال لي أنا هجيب لك ممرضة أول ما يشوف ابنك هيقع في دباديبها. وإحنا وقعنا في دباديبها. طيب يا جماعة المسوا خاشة. مية يا بيه. خد بالك كويس يا حامد، عزيزة دي تحطها في نين عينيه. ليه هي قطرة؟ ده بين عربنا نكتة هو كمان. ده أنا ابن فاطمة. سيادتك تربى بحاجة؟ عزيزة هانم. أهلاً وسهلاً. أهلاً. ما شاء الله تجلى الله فيما خلق. والله يا عزيزة هانم أنت من يوم ما دخلت البيت ده ما لقيتيه بهجة وسرور. ضحكتك حلوة وصوتك كده فيه زي النايل، سيكة والدوكة والصبا والهوى، من زي اللي كانت قبلك قل أعوذ برب الفلق. شكلها كان زي أهلال الكلو. يا فندم أنا مش عارفة أشكر سيادتك إزاي. تشكريني على إيه؟ أنا من زمان من يوم ما جيتي أنا قلت إنك بنت ناس، ومش أنا اللي بقول كده بس، قلبي كمان. الله يرحمك يا عبد حمولي، يا ملك قلبي بالمعروف، حبك كواني تعال أشوف. القصر بقى ما طولش عليكي، كان في غنوة زمان بيقولها محمد عثمان، شفتك عشقتك يا حبيبي. الله يرحمه، يعني طوب البيت ده كله، كل حتة فيه بتحبك، مش أنا اللي بات. أنا راجل يعني فنان موسيقي، ليا مزاج واحساس وافهم. ايه تعرفي يا عزيزه، انا بحبك يظهر لانك يتيمه زي ابني نبيل. فضلت امه منتظره 25 سنه، ولما ولدته فرقت الدنيا وسابتني انا وهو في البيت الطويل العريض ده. أنا عاوز أفتح لك قلبي، يظهر إنه مفيش حد مرتاح في الدنيا دي. اللي واجع قلبي إنه في إشاعات وكلام مسموم بيقول قال إيه إنه نبيل مش من صلبي، مش ابني. الله يسامحه، أنا عارف إنه نبيل شقي شوية وعفريت، لكن أنا واثق ومتأكد إنه بكرة يحبك لأنه محتاج إلى صدر حنين. يا فندم أنا هنا تحت أمركم كلكم، بس اللي ملاحظاه إنه نبيل فعلا خايف مني شوية. لا بكرة هيتعود عليكي إن شاء الله، ده بيحبك قوي. يلا مع السلامة، وما تنسيش وحياتك الصبح الفطور في الجنينة زي العادة، أنا ومشمش وإنت. حاضر يا فندم، تصبح على خير. مع السلامة. Thank you.
عليك. خايفة؟ اسمعي يا ماما زوزو، اعملي زي بابا لما قدرت اسقع يقرا الفاتحة ويصلي. انا كمان اعرف اقرا الفاتحة واصلي. يلا نقرا الفاتحة سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين العمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. برافو يا حبيبي، برافو. ست عزيزة. أهلاً وسهلاً يا ما شاء الله. يا ترى زعلانة ولا؟ إيه بتقول يا أحمد؟ حد يتعن من ست عزيزة؟ أقول لك الحق يا أخويا، دي أول مرة أنت بترسم صح. طول عمرك بتسقط في الرسم. لكن المرة دي التكتيك جه مظبوط. تكتيك؟ آه. قلت في نفسك إن الولية القديمة العتيقة دي اللي وشها كان يقطع رجل الضيوف اتخلص منه. سيدنا الحموم ولا الحبوب الحلوة اللي زي البدر المصور، وانت طبعا كمان بتحبها مش كده ولا ايه؟ طبعا يا بابا. وبتبوسك كل يوم؟ طبعا يا بابا. يا بختك يا حبيبي يا بختك، ودي بوس انا كمان. يلا يا باشا عن اذنكم يا فندم. اتفضل. نفذتيش الاتفاق؟ ما اقدرش ومش هقدر. يعني ايه؟ يعني عفيني عن المهمة دي. انا مستعدة اشتغل لك اي شغلانة ليل ونهار علشان اوفر لك الفلوس اللي انت عايزها عشان بحبك، لكن اقدر مستحيل، ما اقدرش. عزيزة، أنا لما حبيتك حبيت فيك الإنسانة اللي كنت بسمع عن قوة شخصيتها وقوة جبروتها. كنت بحب فيكي قوة الشخصية والجبروت، لأن كنت بشعر إن النوع ده من الستات يقدر يتحدى القدر. لكن دلوقتي مع الأسف أنا مش شايف قدامي غير إنسانة ذليلة راضية إنها تعيش مجرد شغالة في بيت. عزيزة، تعال تعال، ما تخافيش. عزيزة، أنا وإنتي ملناش حظ في الدنيا دي. إنتي قسيت كتير لما راح جمالك، كل الناس كانت بتهرب منك لحد ما تقابلنا. وانا الانسان اللي لما اتولد الطفل ده اتولد معاه بؤسي وشقائي وحرماني، عشان كده لازم ننتقم، لازم ننتقم حتى لو كان بالدم. بلاش بلاش ارجوك. اذا كنت خايفة من المسدس بلاش المسدس. الإزازة دي نقطتين منها
تخلي الولد يدبل وهينتهي يوم بعد يوم. خذي. ولما هو ينتهي سعادتنا هتبتدي من جديد. عزيزة أفندم تعال هنا. قربي. نعم. المسدس ده لقيته في اوضتك بتاع مين؟ ده قد كده الروح رخيصة عندي. وليه؟ ليه اليأس ده؟ انت عارف اننا كلنا بنعزك في البيت ده، وابني بيعتبرك مامته. انت يا عزيزة اللي ادخلت البهجة والسرور في البيت الحزين ده، كنا بنتصبح ونتمسى بابتسامتك الحلوة. على كل أنا فرغت منه الرصاص. عزيزة إذا كنت في الماضي صدمت بصدمة قاسية، فأنا حامل كل ما في وسعي علشان أنسيكي ألمي. اعتمدي على الله وعلي أنا، وعهد الله لن أتخلى عنك. صباح يا أخي. عشقتك يا حبيبي. لا ما تاخدنيش في دوك، انا واخد على خاطر مني. خليتوني النهارده افطر لوحدي. اصل انا استنت بقلبك يا مزوز. وانت كمان ما انتش عاجبني لانك دبلان وما بتاكلش. اصل هو محتاج تغيير هوا، عشان كده انا واخداه حاجه. والله انا كمان نفسي اغير هوا، لكن اعمل ايه؟ خايف بتاع الاسطوانات القديمه يجي ما يلاقينيش ينفصوهم مني. روحوا انتوا بقى وانفتحوا. على السلامه. نار يا انا، نار يا انا. هو ده الجامع اللي اتصلوا فيه؟ ايوه يا حبيبي، ده الجامع محمد علي. طب انا بعرف اصلي. ما انا عارف. وعارف كمان الفاتحه وكل
ده مصحيني من نجمة لاحق ليحفظ توشيحة محتيالي، وأنا بقى محتيالي. اديله خبر الحال. اديله. دكتور رؤوف يا شوكت بيه. ايه ده؟ طب خد الأول. هات بيه. أهلا أهلا يا رؤوف يا ابني. لا أقول لك الحق بقى، أنا واخد على خاطري منك. ليه يا عم؟ يصح إنك تتطلق قال من غير ما تبلغني؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، مش كنت تديني خبر على الأقل؟ الحقيقة يا عمي ما حبيتش أزعج حد. قلت يعني كتمت الموضوع كده، قلت يا واد خليك كريم. اسمع بقى يا رؤوف يا ابني، أنت عارف إن أنا كنت من أعز أصدقاء المرحوم والدك. فعلا. وأحمد كمان صديقك الروح بالروح، مش كنت تكلمني؟ يمكن كنت أقدر أتداخل وأزيل سوء التفاهم اللي بينكم. ما هو أصل لو كان في سوء تفاهم يا عمي كنت لجأت إليه. أمال إيه؟ الموضوع كان أخطر من كده بكتير يا عمي، وأرجوك تعفيني من الكلام فيه. هو درس والواحد خده. إنسان مش لازم يرخي لجامه ويشده. وكمان الثقة يا عمي، أنا بصراحة كده فقدت الثقة في الناس وفي نفسي وفي العالم كله. اعفيني من الكلام في الموضوع ده يا عمي. قولي قولي قولي، الموال اللي أنت كنت بتدور عليه من الصبح ده إيه؟ ده أنت ابن حلال فكرتني. إيه هو يا عمي؟ يا سيدي ده موال عامله واحد اسمه محمد العرب. ده أنا لما أفتكر كلامه بيقول ايه؟ صاحبت صاحب وصاحبي مصاحب. ايوه. وصاحب صاحبي خان العشره وانا لم خنت. مظبوط مظبوط. هايل يا عمي. وكمان احمد بيشتكي منك يا اخي، ده صديقك ولا بتسال عنه ولا بتشوفه، انت فين؟ الحقيقه يا عمي احمد عمل اللازم وزياده. هقدم لك أظرف إنسانة، ست زوزو. أهلا وسهلا. دي هدية من أخويا أحمد. عن إذنك يا بيه نستريح فوق أحسن. اسمع، دي بتحب نبيل موت وأنا بفلفل. هذا رأي عبد الحمود الله يرحمه. ناريانا 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 انت كنت ايه؟ بتشتغل عند عالمة ولا طيبات الطريق؟ طمنيني، ايه الاخبار؟ اطمئن، كل حاجه ماشيه صح. الولد لحد دلوقتي واخد 30 نقطه. برافو عليكي. اهو دلوقتي اتاكدت انك بتحبيني قد ما بحبك. مستني تليفوناتك. طيب، باي باي. دي فرصة عجيبة فعلا ان احنا اتقابلنا هنا. الوحش الجميل رجع بقى انسان جميل من تاني. انت عارفة اني دورت عليكي في كل حتة، في الكباريهات، في الشوارع، حتى الجرايد. قلت كده يمكن اقرا عن خبر مثير، عن فضيحه، مقاسي جديده، لحد ما يئست خالص. انما عجيب فعلا ان احنا نتقابل هنا في البيت ده بالذات، وبوسطه احمد برضه. تمام زي ما دخلت بيتي عشان الجوابات، بوسطه احمد برضه. بس بقى موضوع الجوابات ده كان عشان تاخدي الثمن، ودفعت الثمن انا. رجعت لك حياتك وهدمت انا حياتي. انا طلقتها. انما عجيب فعلا ان احنا نتقابل هنا في البيت ده بالذات، وبسطة احمد برضو. الموضوع ده كده فيه سر انا لازم اعرفه. ليه طب ليه حضرتك حكمت انه في سر؟ مش يمكن ده الطريق السليم؟ بتهيألي يعني انك لما رجع لك شكلك الحلو كان طبيعي جدا انك ترجعي لحياة الليل من تاني وتبقي ملكة من جديد. ايه خبر حضرتك يا دكتور اللي تقول الكلام ده؟ وانت ليك فضل عليا. لو في اشعة بتكشف خفايا قلوب الناس يمكن كنت كشفت على قلبك، لكن للأسف قلوب الناس عاملة زي الصناديق المقفولة، محدش بيعرف اللي جواها ابدا الا ربنا. معلش، مسير ربنا ينورني.
اطمن يا عم شوقي. انا صحيح دكتور تجميل لكن حاله مش مطمنه كده. ربنا يطمن قلبك يا ابني ان شاء الله. استاذن انا ايه يا رب يا جماعه. انا مؤاخذه. سلام يا دكتور. انا مزاجي النهارده مش قد كده متعكني قوي علشان ابني مش عيان. ايه رايكم اذا كنتوا تسمحوا ناجل السهره لبكره؟ الف سلام يا وانت تبقى تجيب لي بشرف عثمان بيه عشان نتمرن عليه. على عيني حاضر. الف سلامه لك. الله يسلمك. ايه يا اخوي في ايه؟ كف الله الشر. والله مش عارف اقول لك ايه. مش نعكسني خالص علشان مشمش عيان ولا عاود ياكل ولا عاود يشرب ولا عاود يسيب السرير. عزيزه كمان محتاره معاه. قالت لي نجيب له دكتور. قلت لها طيب وبعدين قالت لي ولا احسن تستنى لما يجي احمد. جيت اهو. ولا يهمك. كلها يومين اتنين ودكتور زغلول يرجع من اوروبا. واول ما يوصل على طول مكالمه تليفونيه هيكون هنا على طول. انت عارف انه حبيبي الروح بالروح. انا اذنك بقى عشان اطلع انا اطمن عليه. اجي معاك. ده كلام. السلم يتعبك. خليك انت مستريح وانا هطلع اطمن عليه. ايه الحكايه؟ يخرب عقلك. انت ياض مش عيان؟ عيان ايه يا انكل؟ بسم الله الاول. فهمني ايه الحكايه؟ فيك من يقدر يكتب السر يا انكل؟ في بير. ما تقولش لحد؟ لا. اصل ماما عزيزه قالت لي اعمل عيان. ولا تقول لبابا ولا حتى انكل ولا الشيخ حامد وكل مزبوط. دول العيان اخد لي نص ريال. هيبقى معايا نص جنيه. تحب تستلف؟ عايزه تضحك عليا. فاكره انك تقدري تخدعيني. يا احمد انت مش حاسس بالنار اللي في قلبي. ازاي قتل طفل ملوش ذنب؟ ده بيقول لي يا ماما. وليه احرم اخوك من دناه وهو ما ادانيش كل حب وحنان؟ شيل الفكره دي من دماغك. مش ممكن. ليه يا احمد ليه؟ انا اللي غلطان. افتكرتك انسانه تانية. انسانه نادره مش غبيه زي بقيه الناس. يا احمد ما تنساش ان انا ست. اللي هي شعوري واحساسي. حبك وانت كنت اقوى مني. يا غبيه. عايزه ترجع تاني للكبريات؟ يعني اقتل؟ ايوه. تبقى ما بتحبنيش. بالعكس. عايزه ترجع للخمره والعوالم؟ ولا افكرك بحاجه؟ عايزه واحد تاني يرمي على وشك ميه نار؟ بكره الولد يكبر وانت تبقي عجوزه كركوبه ويرميكي رميه الكلاب. وانت مهما تكوني هتبقي ايه؟ ها؟ هتبقي ايه؟ مجرد خدامه. خدمته. انا موافقه اني اكون خدمته بس ما قدرتش. انت ما بتحلميش الا بلقمه العيش بس. ما عندكش امال. ما عندكش احلام. انت كنت احلامي. انت كنت اماني. كل ده حصل عشان حتة العملية اللي رجعت لك جمالك تاني. فعلا فعلا نظرتي للدنيا كلها اتغيرت. قلبي ما بقاش فيه غير كله حب وحنان بس. ما تنسيش ان انا الراجل الوحيد اللي حبيتك وقدمت لك الحب والحنان رغم محنتك. وهقدم لك السعادة اكتر واكتر لو نفذت رغبتي وقتلت الولد. هي كلمة واحدة. مش هقتل يعني مش هقتل. كده؟ أيوة كده. Thank you.
الولد هيموت بإيدك أو بإيد غيرك، وأنت اللي هتندمي. أهلا وسهلا. مفاجأة بالنسبة لك مش كده؟ خير؟ الحقيقة مش عارفة ابتدي كلامي ازاي. طب اتفضلي. وقع في مشكل؟ ومفيش غيرك يحلهولي. أنا تحت أمرك. عايزك تنقذني من أحمد. حب؟ كريمة. كريمة؟ جريمة في البيت اللي كل إنسان فيه بيحبني. أحمد عايز يقتل مشمش عشان يورث، وهقدر أثبت لك. اتفضل، أدي المسدس بتاعه، وأدي كمان إزازة السم. كل ده لأنه متأكد إن أنا زي الخاتم في صباعه. وإيه اللي خلاكي تبقي زي الخاتم في صباعه؟ الحب. حب؟ الحب عمره ما يؤدي للجريمة. ثم انت ست عندك تجارب، وافقتي ليه؟ مش عارفة ان ده يوديكي للمشنقة؟ انا عرفت احمد في ظروف كانت كل الناس بتهرب مني، الوحيد اللي وقف جنبي. ايوه بس ده مش مبرر ابدا انك تقتلي عشانه، عشان احمد. احمد اللي عمره ما عرف حاجة اسمها حب. المهم دلوقتي تشوف لك حل ازاي نحافظ على حياة مشمش. انا شخصيا مش عارفة اتصرف. شوكت لازم يعرف الحقيقة، ومنك انت بالذات. كتبت له جواب وحطيت له في علبة الشوكولاتة يوم عيد ميلاده، انما يظهر ما خدش باله. علشان كده انا جيت لك. يبقى لازم اوصل لشوكت. وانا مستعدة اعترف له عشان اخلص ضميري قدام ربنا. وانا معاكي. بيدور عليك. وراح فين؟ خدوا احمد بيه فسحهم. ايه؟ بتقول ايه؟ خدوا احمد بيه فسحهم. وراحوا فين؟ اظن جاءت القلعه. قلعه؟ دكتور، يا دكتور اعمل معروف على القلعه اوام بسرعه من فرافيرو. انا جاي. لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. عمو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هتعمل إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ha ha.